السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المتتبعين والمتتبعات القناة العزيز الغني على قلبي. ايوا هادو هما الحادقات. ايوا شفتوا اللي تعلموا منهم الحداقة؟ اش قلتي يا حكام تناجر بالزيكس؟ اش قلتي يا تنقيد الجنجلان باش نديرو الصفوف؟ اش قلتي يا تفساخ الحمص باش نديرو الحريرة؟ ايوا خلاو كل شي على جنب وما يخلطوا الحريرة هي الأولى. انا بغيت نسولكم، نتوما قولوا لي فينا هو ابو كتاف؟ ابو كتاف غنوضها. اما بين زوجته واخته هو يكحز الله. اويلي على ابو كتاف، انت فينك توحشنا غا كلامك وهضورك. اي على راه ما بغيتش نطلقهم عليك، راني غاشدهم راهم في الدار. انا مشاو تطلقهم. اويلي على فضفاضه، ها قول لي يا خوتي وكونوا من الشهود الشاهدين، بحال هاد الوقيتة الله أعلم في هذيك السنة اللي فاتت الماضية، بحال هاد الساعة يا خوتي ناط لينا سمسمة تتعاطى مع شكون تتعايرو بحال هاد المعيور عائل تعطي طيقة. إيوا علاه فضفاضة تسكت؟ علاه فضفاضة تخرج من الجماعة؟ علاه حتى هي ما تديرش؟ ماذا تختها سمسمة لعقل جوجها؟ ايوا حتى هي ما تخرجش من الجماعه. فضفاضه كنا تنقولوا عليك، ازعما انتي ما تخرجش من فمك العيبه ولا عمرها سمعناها منك. كذبت شربعه. ايوا اختي عاودي لينا يا وقولي لينا وتحفينا، ماشي هادو هما العائله نهار كانت اختك سمسمه تتعاطى مع عائلتها؟ اعتقد كنتي تقولي انا الحمد لله الله يعمرها دار الويساتي، والله يعمرها دار عدوزتي، والله يعمرها دار نسابنا، وهدو من نساب ولا فالة، ماشي بحال اختي نسابها وكنتي تعناه وتجيب بدي علينا وتنفخي علينا في الشدوق، وهادو ما نسابو لا فالة. انت قلنا اما تزوجتي غتي تبارك الله بوكتاف عائلته ما شاء الله تدرس بالاحترام. هادشي كنتي تتقولي انتيا، وكنتي تتقولي لنا هادو ما نساب. ايوا دابا بغيتينا نسولوك يا جاوبين اخويتي، دابا نديو على الكلام اللي كنتي تتقولي انه بالاولى عليهم بالله الويساتك الله يعمرها دار، وبحالهم ما كاينين الواسات حتى كل شيء. قال يا ربي وزوا العيالات كفوفهم للسما وطلبوا ربي يا ربي عطينا بحال نساب فضفاضه، هادو هما نساب اللي بغينا. يا ربي عطينا بحال الويسات فضفاضه وعطينا بحال عدوز فضفاضه. يا ودابا خارجة وتنفخي علينا عاوتاني في الشديقات وفي الحنيكات وديري لنا فيها أرنبول. يا وقاسة تعطيهم الراس. أنا بغيت غير نسولك دابا حقا تحقيقا، واش نديو على الكلام الأول اللي قلتي في حقهم أنهم ناس مزيان والله يعمرها دار وما كاين في النساب غا هما نهار كانت اختك تتعاين مسابها، ولا نديو على الهضره اللي قلتي انتي؟ حنا دابا راه تلفنا معاكم، راه ما تليناش عرفنا واش حنا هوك ولا هوك. هي غتقول لينا وانا قلت لكم تفرجوا فيا، انا قلت لكم تبعوني، انتم اللي متبعيني. ايوا تستاهلوا الا دختوش الدولار. ايوا خرجت لينا فضفاضه خوتي في لايفات في التيك توك تتعاطى بطبيعه الحال مع لوستها، من بعد الله اعلم على ما بان لي انا ان ابو كتاف طلب الصلح وجا راغب طالب يرد مراته اي عشيرة عمره، وبطبيعه الحال حتى هي واقيلا كانت بغات الصلح، قالت لك انها تفكر. وفسقوا الخبار خواتاتو امه ايوا ناضوليه كما قالت هي في اللايف، ناضوليه وما بغاوش. ايوا يا اختي راه انت اللي خصها تكون عندك النفس وما تبغيش، ما تخليوش هما ما يبغيوش، راه انت اللي تعايرتي وتشرشنتي، انت اللي ما خلا فيك ولا في عائلتك. ها ايوا شتي داكشي اللي كنتي بغيتي ديري انت داروه هما في بلاصتك، راه انت اللي كان عليك تدفعي عليهم كبيره تقولي لهم لا انت عايرتيني وما خليتيش في عائلتي، ما خليتي فينا غير اللي نسيتي، وقيله ما نسيتي والو ودابا جاي تردني. ايوا ها هما داروا النفس في بلاصتك، ها هما داروا نفس بلاصتك، هما اللي قالوا لا، مع ان خوهم هو اللي خرج وبدا يتقرع ويقول في كلام اللي ما يتقال.
ايوا شفتيها، انا انت غلطتي. ايوا معليش، المسامح كريم انت قلبك بيض وكبير، هاد الشي عرفناه. ايوا اخوتي فاش كانت بطبيعة الحال فضفضة تتعاطى معايا عائلة الراجل وجبدة العدوسة اللي كانت تشكر فيها، قالت له ايه ويلي انا بنت لك في اللوبيا. ايوا من بنت لك في اللوبيا، علاش قلتي لي يا زيديني؟ ايوا حيت واقيلا تيقول لك اللي شربوا لي سمع قولي. داكشي جاتها بنينه ولذيذه. اويلي النعمه حتى هي ولينا نجبدوها في هاد المواضيع، والله حتى حشومه والله حتى عيب. المهم فضفاضه تتعاير وراه ما مقصراش وما ناسياش، ولكن سمسمه واقفه وتتزيد طين بالله. قولي ليها، قولي لوستك فاعله وتاركه، قولي لوستك الاخرى فاعله وتاركه. اما واحد الاخت هي قولي ليهم فاعلين وتاركين، قولي لهم راه الاوديوات كاينين. واش شتي؟ قالت لهم انا خلبتكم الفاعلين التاركين. واش قصه مسكين هذاك الحمل؟ ايوا ما عرفت انا دروك شكون اللي تقولب، واش لوستك ولا انتي؟ ها لوستك حتى هي قالت لك بلا كان واحد الحمل في بطنها وسقط، وانت اعترفتي على نفسك. هادشي اللي قالت لوستك، الله اعلم ذنوبكم يفرقوكم، انتوما اللي تتقولوا في بعضياتكم. ما عرفنا هاد الشيء واش بصح بصح ولا غير بغيتوا تطلعوا قنواتكم. انا اللي استغربت فيه فينا هو وكتاف، علاش ما ينتهيش هاد المزال اللي هو بداها؟ هو اللي خرج وتيتعاطى مع فضفاضه وما خلى فيها غير لنسة. ايه اخوتي اعصرها مزيان وفي الاخر اشتو ما بان ليه الحس. افينا هو؟ قالت لك بالله جراو عليه وبغى يخرجوه من المحل زعما نتاعهم، حيت هو خدام فيه ما عرفناش اش خدام. دابا فضفضه ولا عنده محل، وليتي دابا عارفه فاش خدام، ويا كان يكون عارف لايفك عن مقاريب. يلا خرجت 2023، رحنا باقي اختي في الشهور الاولين في 2024، عاد في 2023 قلتي لينا راه ما عرفتو فيهاش خدام. انا لا تسولوني على خدمته، دركا ولا عنده حالات وبغى يخرجوه منه. احي عليكم احي وناري. هي تقول لهم اشوفوا احنا مشينا الرومبا جلبنا هما. انا ري اللي بغيت الناس بخوت. هاد المهم هاد النصيحه مني. هيا اخوتي اللي بغى يتناسب يجيب نسوبية المرأة اللي عندها الخواتات، حتى لا جار عليها الزمان تلقى الخواتات في ظهرها. بحال هاد الخواتات تبارك الله لابسين جلالبهم وماشيين بغاو يقلبوها بوكس في الرومبا. ايوا كما قلتي انت تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله، الله يزيدك يا ربي ويبارك في الفورمه ما شاء الله. ايوا مسكينه لوستك، اش بغات مسكينه تقضي فيكم نتوما تبارك الله جماعه، الله يحفظكم من العين. انا شي عجبني العائله ملتحمه، العائله اللي يديها في يد بعضياتها ولكن في الخير، ماشي غير في المكان مطايفه راه حنا كنا تما. ايوا ما هي تما، ما هي فهم اختي هادي. المهم تجبدوا المواد ديالكم، علاش المواد ما يبقاش في حطيران؟ الام ديالك انت يا فضفاضه ولا الام تاع بوكتاف يبقاو في احترام. انت ما تجبدي الام اللي بطبيعه الحال باقا عدوزتك، ولا كذلك الطرف الاخر يجبد الام ديالك اللي حنتوما باقي لحد الان ساب. انا بغيت غير نعرف دابا انت يا بوكتاف الا رجعتي فضفاضه وهي ما خلات غير اللي نسات في خواتات، كويلي باش نعتاتهم، والكلام اللي نعتاتهم بيه والكلام اللي قالت عليهم وما يتلبسوش عليه الملابس. ويلي 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 ويلي، اش هاد الشيء يا خوتي؟ ولينا نشوفو العائلة تيتشرشمو السب والقذف. ويلي حشومة وعيب. يا كديك النهار كنتي نعاودو ونكروها، تكرار راه فائدة للعقيل. كنتي تقولي الله يعمرها دار، دابا ولاو سحارين ولاو ما يسواوش ولا دارهم ماشي هي هاديك. ايوا اجي اخوتي هنا، قالت لك عطيني بيت الكوزينة فوق السطح وتيجي ويدير ليا كاكا على العتبة. حرام عليكم حرام عليكم تعذبوا فضفاضة، اش بغيتو عندها؟
ايوا كنتي تتشكري فيهم، ما كنتيش قايله لينا راه تيديروا لك كاكا عند الباب ومعيشينك غير فوق السطح. كنت تقولي الحمد لله انا مرتاح، انا باخر، انا باخر مع نسابي، هادو هما نساب. شتو نساب كيفاش دايرين؟ اللي دروكا خارجه وتعطيهم من قاع الخابيه. اش من خابيه؟ من قاع الخيخ. اويلي حي خويتي، انتي مالك؟ اويلي الانسان جهلت لها الدرجه على الادسنس. ايوا بالنسبه للوسه صراحة انا ما شفتهاش تعطي غير امسكي. المهم اخوتي قالت لي كون فضفاضه رجليا نفخوها ليا غير هما بالعصا. لا اخوتي هادي ما نبغاش منك، تبارك الله هاد الخير كله يعطيك هما العصا، ما يمكنش. قلتي بالله كانوا يعطوك العصا وكنتي تشقي عليهم وتطيبي ليهم. حنا كنا تنقولها في الفيديوهات الاولى، كنا تنقولوا انك انتيا زعما هما شويه حاكمين زمام الامور، ولكن ماشي حتى لهاد الدرجه. انت تاكلي العصا من عند نسابك ويسكتوا خواتاتك؟ ابدا، غا خالتي، خالته اللي هي الام ديالكم، ويلي تجي تجمع لهم حشيش حشوريش. الام ديالكم تجي تجمع لهم حشوريش اخوتي، عفوا الام ديالكم نتوما تسكت ليهم هما ضربوا بنتها. لا لا فضفضه دي ماشي تاعتك اخويتي، يورج لك هذا. شوفي المرض نتاع الله والصحه ربي اللي تيعطيها، الله يحفظ لك اختي صحتك، حنا ما ناويين لك شي حاجه خايبه. المهم اختي رحنا عرفناكم مزيان، الا باقي قلتوا لينا وشكرتوا لينا شي حد نعرفكم راه غادي تخرجوا تقعروه. انا نداء المختفون، دغيا قلبوا لينا على بوكتاف، يجي سالي هاد المهزله. هو اللي بداها هو اللي ساليها. دابا الاخت اخوتي بقى فيها الحال، فاستمعت ان الاخ ديالها بغى يتصالح مع مراته بطبيعه الحال فضفاضه. من بعد فضفاضه حتى هي ما خرجت وما خلات فيه غير اللي نسات. قالت لها حشومه انها خرجت وهضرت في هذيك الهضره، يعني جا النفس على خوها تدافع على خوها، اخوها اختي بغى المصالحه. وانتي مالك اخويتي؟ احشومه افضفاضه، راه باقي واقيلا تصالحي مع راجلك، اي ولا تصالح معاك من ورا هاد الكلام اللي قلتي فيه. الله يعفو علينا يا ربي، اش هاد القدره طاحت علينا. ولكن ما نساوش هما راه عندهم تبارك الله درايه بهاد المواضيع. شفتو حتى عويتيقه سمسمه ما خلات غير نسات في العائله ديالو، ومع ذلك مستمر وتبارك الله الحياه بلسم الحيوان بامبي، وغادي الدنيا ربيع والجو بديع. افي اللي على كل المواضيع، افي 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 عايش ليك، عطي طريقه في افي اللي على كل المواضيع. وحتى هذا ما بعيدش اخوتي، الطريق اللي داز منها عطي طريقه يدوز منها ابو كتاف، انا تشوفه طويل وعامر راه داير كي الشارع. الطويل خاوي. يا خوتي يا خوتي، هويلي على فضفاضه قالت لهم والله انا حتى نوريكم وهاني بجلال بي. انا ريش عزيز عليك اختي المطايفه، عوك 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 يا ربي، لا جاورتينا بيهم هنا ولا لهين. هادي اللي كنا نقولوا العاقله تبارك الله عليها ما تجبد حد، وانا اللي ما عجبتينيش وحده. فجات الام ديالك وقالت لك سدي عليا هاد اللايف، بركه بركه من هاد الهضره. قلت لها سيري لنبدا بك حتى انت، يلا سيري. ويلي ويلي على